لكن الفاعلية من هذه السيطرة، كرة اللعبة ثابتة ركلة جزاء. تافاريس يحتك ويحتك مع المدافع الرائد، وبالتالي يعلن محمد لويش حكم اللقاء بركلة جزاء للشباب. تافاريس يتدخل وبالتالي هناك في خطأ على تافاريس. شوف من احتك معاه، من في جانب ايضاً يحيى المسلم. يحيى المسلم كان في مسك على تافاريس من يحيى المسلم، وبالتالي ركلة جزاء الآن في الدقيقة 41 وعمر صبيح، وبالتالي كسر في الجول ناصر الشمراني جول للشباب. ناصر الشمراني سجل الثاني والثاني له في هذه المباراة بالركلة جزاء، وبالتالي يتقدم مرة أخرى الشباب، مرة أخرى يتقدم في ركلة جزاء نفذ أيضا الدولي ناصر الشمراني، وبالتالي يرفع رصيده بالأهداف إلى 12 نقطة. لكن تقدم الشباب لا يعكس الوضع الحالي.